حقيقة أنا إذا بسمع برامج دينية فأنا بحب أني أسمع، وكان عندي هذا الطقس في كل جمعة يعني من الجامعة الأموية، كنت بسمع بشكل أشبه بطقس من الفرح، أو أنك تسمع الحكمة، كنت أنا أسمع البوطي في كل جمعة من الجامعة الأموية، وأنا أسمع الآن عنده برنامج على الإذاعة السورية في كل يوم يبث قبل 8 صباحا، وأنا أسمعه حتى هذه اللحظة. هو لي بالنسبة لي لسبحان آدم شخصيا مصدرا للحكمة، مصدرا للنور الإلهي بكلماته الواضحة أو بكلماته المخبوءة ضمن وضوحها، صاحب حكمة يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته.